القاضية القاضية إنها القاضية القاضية يستعين يطلقها صالح الشعري بطلقة قاضية القايدة يا أهل الوصال كل المصاعب خاضعة وما هو عدل بس اعذروا بالذهب معطي مجال الخصام بعد وقبل أنا الحضور أنا الظهور أنا القتال أنا الدروس دم الضروس كل فعل أنا الأهم برنامج أنا العالم مع تركي العجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية. في موعدكم اليوم الذي نناقش في أحداث الكرة السعودية، نبدأ بعناوين الحلقة. الديربي الأشهر ينتهي أزرقا والهلال يستمر في الصدارة. الرائد يواصل تألقه والعين يحقق فوزا تاريخيا. في جدة والمجمعة والدمام ستة أندية تكتفي بنقطة وحيدة. جولة قمة الرياض تختتم غدا بلقاءين، التعاون أمام الوحدة والاتفاق في مواجهة الفتح. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية ورحب بضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو ماجد توجر ابو تركي. هلا والله وسهلا بوجود اليوم. يعني ست مباريات واجد تعبنا من الساعة 3 العصر وحنا متسمرين عند الشاشة يا شيء، يبون يحطون ثمان بس يرجع الدوري يلعب. والله جد تعبنا. ابو حنين هلا وسهلا. هلا وسهلا بوجود، مسي عليك على ابو تركي وعلى عزيز حاتم. عقلتهم رجعت الدماء تدب في اجساد الكره السعوديه يا اخي، بدون كوره ولا شيء تحس انه فاضيين. ابو امير هلا وسهلا فيك. يا هلا حبيب قلبي ابو جود، تحياتي لك وللغاليين ابو حنين وابو تركي وكل من يتابعنا بالتاكيد. هلا وسهلا هلا وسهلا. اليوم في مباريات كثيره لعبت، يمكن على راس القائمه النصر وال أو الهلال والنصر، اللي كانت على أرض الهلال حقق الهلال الثلاث نقاط، ألف ألف مبروك هاردك للنصر. المباراة ما كانت فنيا عالية لكنها أعطت كل الإثارة وجرعات خلينا نقول التوتر اللي تحتاجها مباريات الديربي. يعني ما شفنا مباراة مملة فيها أحداث، فيها هدف وفار وضرب الجزاء وقدمت للنهائي بالضبط، وكانت بروفة حلوة للنهائي. يعني أنت الحين تقدر شوي تتخيل شكل النهائي، انه راح يكون نهائي يعني من زمن اخر. يعني النصر مطالب انه ما يضيع الكاس الدوري، الحين الفرق عن المتصدر 10 نقاط. الهلال ما حيضيع الكاس وهي مباراه واحده وتوه هازم النصر، يعني الهزيمه الاهم في المباراه القادمه. شفنا مباراه كذا في بعض اجزائها تعطي انطباع انه مباراه النهائي راح تكون على اعلى مستوى. راح نشوف التقرير، راح نفرد مساحه كبيره للديربي بكل احداثه بكل تفاصيله، من مشاهدات افضل لاعب، من لقطات في المباراه، وايضا من امور فنيه. جاهز التقرير نواف؟ اعطينا.
حصل الهلال صدارته لفرق دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عقب أن نجح في الخروج منتصرا من مواجهة الديربي الذي جمعته بغريمه النصر في قمة لقاءات الجولة الخامسة على استاد الملك فهد بالرياض. شوط أول غلب عليه الهدوء وانحصر اللاعب في معظم فتراته بين الفريقين في منطقة العمليات. أولى المحاولات أتت من الجانب الأزرق بعد ربع ساعة، جوفينكو يرسل عرضية وغوميز يسدد تنتهي لخارج الملعب. في الجانب الآخر سلطان الغنام يهدد مرمى الهلال بتسديدة يتصدى لها حبيب الوطيان. أثمن فرص الشوط سلطان الغنام يسدد كرة يتألق الوطيان في بعدها لتصل لخالد الغنام الذي أخطأت كرته المرمى الهلالي، لينتهي الشوط الأول بين الفريقين سلبيا. الشوط الثاني كان مختلفا ونجح مهاجمو الفريقين في الوصول للمرمى في أكثر من مناسبة. 10 دقائق وحكم اللقاء يحتسب ركلة جزاء للهلال بعد العودة للفار، نجح غوميز في ترجمتها ووضع الهلال في المقدمة. هذا الهدف من ذاك الأسد يا فارس، الأسد طليق كما قلت لك لا يراك إلا فريسة، الأسد الطليق. نجح النصراويون في هز شباك الهلال بعد 5 دقائق عبر البديل عبد الرزاق حمد الله، لكن الحكم يلغي الهدف عقب العودة لتقنية الفيديو. عاود لاعبو النصر البحث عن هدف التعادل، نور الدين مرابط يسدد كرة من خارج المنطقة والوطيان يتصدى ببسالة. كثف أصحاب القمصان الصفراء ضغطهم على خصمهم في ظل تراجعهم لمناطقهم الخلفية. حمد الله والغنام يواصلان المحاولات والوطيان يتألق بالذود عن مرماه. وفي ظل بحث النصراويين عن العودة وفي آخر لحظات المباراة البديل صالح الشهري ومن هجمة مرتدة يتمكن من إضافة الهدف الثاني في شباك براد جونز بعد تمريرة مميزة من جوميز. القاضية للزعيم، يطلقها صالح الشهري بطلقة قاضية ويقول لتنهي صافرة اليوناني أندريس اللقاء بانتصار الهلال بهدفين دون رد ويصل للنقطة 13 فيما توقف النصر عند نقاطه 3. ألف مبروك للهلال، هارد لك للنصر. ماجد كيف شفت المباراة؟ شوف بقى أنا بتكلم عن المباراة بنفس ماجد ونفس الهلالي ونفس النصراوي، وعندي رسالتين، واحدة الرزفان وواحدة لعبد الرحمن الحلافي. أبدأ بإيش؟ نفس ماجد اللي تبي. ماجد شوف تركي أمشي قول رأيك. أول شيء عشان أعطي مساحة أرجع سريعا، نرجع وأذكر في العام الماضي الجولة الخامسة قلت الدوري هلالي، اليوم أقول الدوري هلالي. أوكي، هذه هي البداية. أوكي، بالنسبة شفنا شوط تكتيكي أول يعني كان النصر فيه بامتياز، شفنا شوط ثاني هذا نفسي يعني ها. شوط ثاني مفتوح الهلال كان أذكى فيه واستطاع أن يستثمر الفرص. الأوراق الرابحة حقت فيتوريا لم تكن في كامل جهازيتها وعافيتها، تكلم عن بالذات حمد الله ومرابط، وبالذات مرابط عشان كذا ما قدمت الأكل أو الأداء اللي هو مطلوب منها. النفس الهلالي يقول لك كل ساحات الملاعب هي للهلال، كل الساحات هي جامعة بالنسبة للهلال، أستطيع أن أنتصر وأحقق الانتصار والمجد والفوز، أنا الهلال، أنا الهلال، أنا سيد آسيا، أنا ملك آسيا، أنا زعيم آسيا، أنا اللي أستطيع أن أصنع الفارق في كل المناسبات والظروف. أوكي؟ بالنسبة للنصر، النصر يعني لابد يعني أو لسان حال المشجع النصراوي ولا الإدارة النصراوية ولا حتى فيتوريا، لابد أن نعترف في حاجة مهمة جدا. الفريق منضرب تقريبا 20 لاعب في جائحة كورونا، ومن ثم وجود يعود بشكل تدريجي. أنا شخصيا فاجأني الفريق النصراوي تحديدا في الشوط الأول، وكان أداؤه
أو كان ند واضح جدا وند قوي بالنسبة للهلال وتحديدا في الثلث الأخير من الشوط الأول. لذا أتوقع أن نشاهد مباراة يعني نهائية في رتم أعلى رغم حساسيتها. وأنه تأكد، أنا متأكد 100% أن عقل فيتوريا اليوم أوكي في استاد الملك فهد، عفوا جسده في استاد الملك فهد، لكن عقله في النهائي. وإلا حتى لو ما كان مرابط ولا حمد الله جاهز، أنا متأكد أنه حب يجهزهم بشكل أفضل للمباراة النهائية اللي تمثل بالنسبة له يعني الأهمية الأقصى، أنه ينقذ على الأقل بداية موسمه اللي صارت بداية متعثرة جدا لفريق النصر. شاهدنا النصر يخسر مباراة أولى أمام الفتح، أمام التعاون، ولم يعتد النصر على ذلك. رسالتي لرزفان، عمر خريبين يعني مع شوف الاحترام للعين ولا ضمك ولا أي نادي آخر سواء في المقدمة أو الوسط أو في المؤخرة، ممكن قميصهم يكون مناسب له، وممكن يكون هو فعليا يستحق أنه يلعب في الدوري السعودي، لكن ليس بالقميص الأزرق أبدا. وشوف أنا في تقديري من اللي عزز يعني فرصة التسجيل للهلال؟ صالح الشهري، هذا اللاعب السعودي الخامة اللي احنا نتمنى أن نحافظ عليه يكون ضمن الخامات الموجودة مع المنتخب، مع عبد الله حمدان وغيرهم. كل يا رزفان ما تمنح فرصة يقول لك أنا هنا، أنا حاضر، أنا قادر أن أسجل. خريبين نزل قبله زيرو من الأداء الفني، أوكي؟ هذا اللي نزل في وقت متأخر جدا استطاع أن يرجح كفة الهلال في وقت الهلاليين حاطين أيديهم على قلوبهم، لأنه النصر كان من الممكن أن يدرك التعادل في أي لحظة. أما الرسالة للأخ والصديق الأستاذ عبد الرحمن الحلافي، تظل خبرتكم في الديربي تحديدا جديدة، أوكي؟ سواء رئيس مجلس الإدارة الدكتور صفوان السويكت، ولا أنت كمشرف، ولا القحطاني كمدير فريق، أوكي؟ تحتاج إلى نفس يعني لاعب سابق يمتلك خبرة كما هي الخبرة لدى فهد المفرج، أوكي؟ ترى نفس الشيء بالنافل سنة أولى، ومع ذلك يأخذ امتيازات كبيرة، أوكي؟ السبب وجود جوكر ثقيل وعلى أعلى مستوى، كررنا ذا الحكي، وكل الهلاليين نفسهم أعضاء الشرف قبل غيرهم يعرفونه، فهد المفرج وأيضا سعود كريري. اليوم اللي حصل، شوف أنا ما أبغاها لا في النصر ولا غير النصر، اللي حصل بعد صافرة الحكم، أوكي، لما طلبوا الاجتماع في الدائرة، أنت عندك نهائي بعد 5 أيام يا جماعة الخير، أضبط أمورك، خسرت مباراة في الدوري، لا تخسر كأس الملك. ردة فعل مرابط واللي صار يدل على أن الفريق بحاجة إلى ضابط إيقاع إداري من الناحية المعنوية والناحية النفسية يساند عمل فيتوريا وغير فيتوريا. سلامتك أبو حنين. شباب معلش أبو حنين وقت الكلام، اللقطة حقت مرابط ومايكل يعطونا إياها والشباب يتكلمون عشان يعلقون عليها، قول أبو حنين. شوف في البداية ألف مبروك للهلال، هارد لك للنصر. الهلال أعتقد استثماره للنقاط لم يكن وليد مباراة اليوم، تجاوز ظروفه من بداية الدوري، بدأ يتصاعد تدريجيا يحصد النقاط كي لا يخسر، وهذا توج الفريق بأن يحصد محصل النقاط قبل التوقف. أكثر جاهزية الفريق، ربما يفقد سالم اليوم والمعيوف، ولكن خليني أقول لك لاعبين لم يكن الهلال اليوم لو كانوا مو بجاهزيتهم تقول والله حيحتاجهم 100%. فريق حاضر ذهنيا تكتيكيا، جمالية الهلال اليوم كانت حاضرة على الجانب التكتيكي وليس الجمال الفني المعتاد اللي نشوفه في الهلال. برافو عليهم. نرجع ونقول ألف مرة سلمان الفرج، صراحة سلمان قاعد يقدم عطاءات كبيرة جدا، من يتابع التفاصيل الصغيرة للتكتيك الفني يعلم القيمة الفنية اللي قدمها اليوم سلمان. لما نتكلم اليوم عن حبيب الوطيان تحديدا، حبيب أنا بتكلم عنه لأنه إحنا تكلمنا عن انتقاله سابقا على هذه الطاولة،
طال هذا الاختيار مع المنتخب كلام كثير وليش حبيب وعشان الهلال و... أنا أعتقد اليوم رد على جميع المشككين إمكانياته، الثقة العالية، لاعب ما يعرف أنه حيكون أساسي في هذه المباراة إلا قبل 24 ساعة وتجده بهذه الثقة بهذه الإمكانيات بهذا الاتزان في المرمى. برافو، ما كسب الهلال حبيب الوطيان، وأعتقد لو استمر هذا اللاعب بالمحافظة على نفسه حيكون مكسب كذلك للكرة السعودية. أما للجانب النصراوي فأعتقد اليوم يمكن أضم صوتي لأبو تركي، تفوق النصر على ظروفه لما تبدأ من مدرب الفريق. لما نقول فيتوريا ما نقدر نلوم فيتوريا، شلون ألوم مدرب ما قدر يدرب لعيبته؟ 14 لاعب أو 15 لاعب كورونا وتسعة لعيبة في المنتخب، يعني حتى الوقت اللي يحتاجه فيتوريا عشان يدرب لعيبته مش موجودين. تجي على مستوى الجاهزية البدنية وال خليني أقول لك والحس اللي المفروض يكون في حاضر في هذا الديربي، اللعيبة خليني أقول لك قدموا أكثر من ما يتوقع منهم في هذه المباراة. الديربي اليوم كان يحتاج تفاصيل صغيرة، تفاصيل صغيرة خانت من لم يكن حاضر بدنيا. الخطأ اللي شفناه اليوم مثلا من مايكون اللي احتسبت فيه ركلة الجزاء كان خطأ، أحيانا اللاعب مع الضعف البدني يفقد التركيز، فبالتالي هذا ما أثر التفاصيل الصغيرة. إحنا لو استثنينا الهدف الثاني اللي سجل الهلال نجد أنه الهلال سجل من ركلة جزاء، ومن ركلة الجزاء هذه لم يستطع الهلال أن يصل بأسلوبه اللي دائما يفرضه، كان مجاري بشكل كبير جدا النصر، لعيبة حاضرين. شوف أنا أقول يعني غريبة تلقاها هذه المباراة حضر الفريق ذهنيا لها ونفسيا أكثر من أنه بدنيا، والبدنية ما هي بيدهم يعني حاجة خارجة عن الإرادة فيها. بشكل عام النصر بيحتاج أنه خليني أقول لك ما تؤثر سلبا على المباراة. أعتقد التحضير للنهائي في النصر بدأ من التجمع اللي صار بعد المباراة والحديث اللي صار بين اللاعبين، أعتقد هي رغبة جادة من الفريق خليني أقول لك بالظفر في النهائي. لن يقبل، وشوف دائما الرغبة لما تكون تبدأ من اللاعب غير الإدارة غير المدرب ترى فيها منحة تغيير كبير جدا، فأعتقد هذه الرغبة موجودة عند اللاعبين. أنا اللي أستغرب حقيقة، وإحنا أشدنا في عمل إدارة نادي النصر في الفترات الماضية، لكن في بعض الأحيان لما تكون القرارات خلني أقول لك متسرعة تأتي سلبا. الكل استبشر لما خلني أقول لك صار في تبديل ما بين عبد الفتاح يروح للرائد ورائد الغامدي يجي للنصر، البديهي في هذا التغيير أنك أنت غيرت رأس حربة، فالبديهي أن يكون البديل له رأس حربة. فإذا كان في مباراتين يشرك رائد، يعني زي مباراة اليوم أنت ما بديت بحمد الله ولعبت بمهاجم أو رأس حربة وهمي في المباراة، فبالتالي وين خيار رائد؟ ولما جاء ينزل رائد برضو رجع رائد ونزل لعب على الأطراف، فهذه صراحة علامة استفهام لازم تسأل عليها إدارة نادي النصر. لأنه أنت إن تفرط في عبد الفتاح ويكون البديل لاعب طرف وأنت أطرافك غنية بنجوم موجودين، هذه علامة استفهام. لأنه فعلا اليوم اللي شاف المباراة في العشر دقائق تقريبا أو 13 دقيقة الأخيرة من الشوط الأول كان النصر يحتاج رأس حربة، كان يحتاج من يخلص في هذه المباراة. بشكل عام ننتظر نهائي وديربي قوي جدا على أساس ما شفناه اليوم. بشكل عام حقيقة بأقل الخسائر طلع الهلال في هذه المباراة. طيب بس قبل ما أروح لأبو أميرة، عندكم لقطة يا شباب أعطونا إياها كاملة حقت مايكون ومرابط، لا تجيبوا لي من الأخير، أعطونا لقطة كاملة لو سمحتوا. إيه هذه اللقطة كاملة، ما أنا عارف ليش ذا المربع اللي تحت على اليسار بس أوكي. طيب أبو أميرة من هنا عطني رأيك في هذه اللقطة تحديدا، وبعدين عطني رأيك في المباراة. هذا اللي يصير اللي بعد المباراة هل هو أمر طبيعي بين اللاعبين وأنه المفروض أنه يحدث داخل غرفة الملابس المغلقة، ولا أمر مش طبيعي ما هو مفروض أصلاً أنه يحدث بين اللاعبين بعد المباراة، خسارة ديربي أو نهائي أو شيء من القبيل؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم أجاوبك على طول، أمر طبيعي جداً اللي يحدث هذا بوجهة نظري، أمر طبيعي جداً ويحدث كثير بين اللاعبين. بس مش المفروض أنه يصير في غرفة الملابس مش قدام الكاميرات؟ نعم طبعاً طبعاً، لو أتكلمنا على المثالية وعلى المفروض نعم أنه ما يظهر هذا في الملعب وما يظهر هذا أمام الناس وما يظهر، بالتأكيد بالتأكيد أتفق معك، ولكن يحدث. المهم أنه ما يكون له خلفية سابقة، أنه اللاعبين بينهم مشاكل سابقة، وهذا ما لا أعتقده يعني. هذا لكن حدث شيء في المباراة، ردة فعل بين الاثنين، مشكلة بين أثناء المباراة
صدقني تنتهي بسرعه وما فيها اي مشكله. هذه الامور تحدث كثيرا، ويعني لو اجيب لك امثله، يعني مره انا واحد استغفر الله قعدنا نتشادم في الملعب، وزميل لي يعني مجرد خرجنا من الملعب حضننا بعض وسلمنا على بعض وانتهى الموضوع. يعني اتمنى لاكبر الموضوع، خاصه انا يعني اللي شايفينه بيأشروا البعض، واضح انه في حدث بينهم، شيء كلام بينهم في الملعب، وهذا طبيعي يحدث. الشيء المثالي انه شاف الحلافي بينادي اللاعب وجاء اللاعب، يعني كان رافض انه يجي للتجمع هذا وجاء طبعا في الاخير، وهذه اعتقد نقطه يعني ايجابيه جدا للفريق النصراوي. ترى مباراه هلال وخسران اللاعب 5 مباريات الان، خسران 4، وتنتهي المباراه وتتجمع على طول، ترى نقطه مهمه جدا، يعني تحسب للعمل من اللاعبين، او ما ادري مين بالضبط انت تشوفها صح كان سبب في هذا التجمع. نعم هذا التجمع جدا مهم، ترى يخفف كثير من وطأة الهزيمة، صدقني هذه لما تحدث في الملعب. أنا إيش قلت لك، خاسران 4 من 5 ومن الهلال الآن، ترى معظم الفرق تخرج إلا زعلان، إلا رايح الغرفة، لما يتجمعوا بالشكل هذا صدقني يعني نقطة جدا مهمة في الجانب النفسي والمعنوي للفريق. خذ مني تجمعوا، الكلام هذا هو، انتهت المباراة 3 نقاط، عندنا بطولة وكاس مهم يوم السبت، ننتبه ومحنا مع بعض وإحنا كذا. هذا الكلام اللي صار أنا متأكد. طب ليش ما صار؟ ليش ما انتظروا لين غرفة الملابس؟ ليش في الملعب؟ هذه تفش. أنا واضح إن اللي جمعهم الحمد لله. واضح إن اللي جمع اللاعبين الكابتن. أعتقد. هي هو قاعد يتكلم صحيح. في الملعب أحسن. هي رسالة للاعبين وللناس، ترى إحنا كذا. مهما لو خسرنا. ترى احنا واقفين وثابتين مع بعض، لازلنا يعني لا تفكروا ان احنا بيننا مشاكل او احنا حنتفرق او حتصير هزيمتنا اليوم حتؤدي الى انكسار، لا احنا لازلنا متماسكين بالرغم من كل النتائج السيئه السابقه. صدقني هذه الرساله، ودائما تحدث في الملعب. شوف الدخول لغرفه الملابس، لاعب الله يكرمك يدخل الحمام، لاعب يجي هنا ولاعب يجي هنا، ما حتحدث الرساله الاخرى، حتحدث رساله بين اللاعبين نعم، لكن هي الغرض منها لا، والمباشره على طول صفر الحكم. تخيل انت خسران من الهلال وعلى طول، يعني هذه بالتأكيد نقطة تحسب لحمد الله إذا كان هو سبب هذا التجمع بالتأكيد. طيب المباراة، عطري المباراة أوكي تفاصيلها، وأبغى أعرف منك أنت كلاعب إيش انعكاساتها على النهائي المنتظر اللي هو بعد 4-5 أيام تقريبا. طبعا أول شيء المباراة، شوف تكتيكيا الهلال أول شيء رزفان لعب كالعادة، يعني ما عنده مشاكل كثيرة، صحيح غياب واحد زي المعيوف كان مفترض انه يكون مؤثر، سالم الدوسري مؤثر اليوم غيابه، لاعب كبير، مدرب الفريق غايب بالتأكيد، ولكن معظم الفريق موجود وموجود من بداية الموسم، من بداية المباريات بالتأكيد، وبالتالي لعب بطريقة المعتادة الاستحواذ وبيلعب عادي، يعني ما فكر في المباراة انه لعبها على اجزاء معينه او فكر في انه ممكن يحصل له دروب في وقت معين، لا لعبها مباراه عاديه، بدليل حتى الشوط الاول النصر كان فيه كويس واضاع فرص، الهلال استحواذه شيء 68-67 يعني كان في فرق كبير في الاستحواذ. فالهلال لعب المباراه عادي ومتوقع هو المدرب انه حيكسب في اي لحظه، عارف انه حيلعب فريق كبير ضد النصر ولكن فريق عنده مشكله. المباراه عنوانها الرئيسي هي مباراه المرهقين، لاعبين النصر معظمهم راجعين من كورونا والبقيه راجعين من المنتخب، لاعب الهلال ايضا معظمهم راجعين من منتخبات، حتى واحد زي كاريلو راجع من بيرو، فهذا اللي حدث في المباراه على المستوى الفني. الاثاره بقيت موجوده نعم كما ذكرت، وجود الفار والاهداف وما الى ذلك والتوتر الكبير بين الفريقين، لكن المستوى الفني بالتاكيد لم يرتقي، يعني انا متاكد الهلاليين اليوم مش راضين عن مستويات معظم لاعبينهم، لكن راضين عن الفوز بالتاكيد. نيجي للنصر، ايش اللي عمله فيتوريا كان هنا الفرق، بيلعب المباراه على اجزاء نظرا لوضع اللاعبين، الارهاق، الجهد البدني المعروف انه صعب جدا معظم اللاعبين يكملوا 90 دقيقه، لعب المباراه على اجزاء. ايش اللي حصل؟ حط طبعا مرابط وحمد الله برا، وبدا المباراه لو تلاحظ اول 10 دقائق ربع ساعه كان الهلال مستحوذ طبعا وسيطر، بعد كده دخل النصراويين المباراة وبدأوا يتناقلوا الكرة
لاحظ ما كانوا بيلعبوا كوره بجري كثير، كانوا بيتناقلوا الكوره. طبعا معظم اللاعبين مهارين في الفريق النصراوي، فبيتناقلوا كوره سهله طاق طاق ويوصل ويطلع على اطراف. طبعا كان سلطان الغنام نجم الشوط الاول من الفريق النصراوي، يقدم صراحه هذا اللاعب يعني حيكون مكسب كبير للمنتخب بالتاكيد. النقطه اللي بتكلم فيها انه فيتوريا لما لعب على اجزاء المباريات، فكر مثلا في الشوط الثاني حنزل حمد الله ومرابط، اوكي. اللي ما فكر فيه حمد فيتوريا من وجهه نظري انه الشوط الاول لاعبينك حيكونوا لسه بحالتهم، وبالتالي كان مفترض وجهه نظري انه يبدا بحمد الله ولاعبينك لسه في حالتهم، فحمد الله حيكون في ال 18 ما يتحرك كثير، لاعبينك حيخدموا عليه. اللي حدث ايش؟ لما فكر انه يلعب على الشوط الثاني هو بالتاكيد نزل حمد الله، لاعبين مرهقين، معظم لاعب النصر بالضبط. لاحظ مارتينيز انتهى، سلطان الغنام ما عاد شفته في الطلعات، حتى الكوري يمكن هذا الشوط الاول كان افضل مباريات وبعض الشيء انتهى. معظم اللاعبين في الفريق النصراوي تعبوا، وبالتالي لاحظ حمد الله صار يخرج برا وبيلعب وما عنده الجهد البدني اللي يستطيع انه من خلاله يقدم. وبالتالي هذه النقطه التكتيكيه، لو لعب بحمد الله الشوط الاول كان ممكن يسجل النصر. الشوط الثاني يلعب دفاع زون ديفنس وينزل واحد زي رائد الغامدي مكان حمد الله، طبعا حمد الله ما حيكمل المباراه، يلعب على المرتدات كان ممكن يخطف المباراه. هذه اعتقد هذه النقطه غفلت عن فيتوريا في هذه المباراه. عموما الهلال يستحق بالتاكيد الفوز، فريق منظم فريق مستقر. احب اشيد بحكم المباراه، لاحظ لقطه هدف النصر الفار قال له ترى مش هدف، راح اصر قال ابغى اتاكد هو بنفسي، راح اتاكد بنفسي ايضا. هو قال الكلام اللي عليه الكلام، عارف ليش؟ يا اليوم أيوة. اليوم حتى لو يجيك واحد مثلا نصراوي يقول لك والله مو تسلل ما ادري وشو، يا اخي الحكم راح عند الفار وشاف وقال ارجع وعيد. ولو تجيب 50 حكم يمكن 40 يحسبونها تسلل و10 يمكن ما يحسبونها تسلل، بس انه راح. اسمح لي بس، راح يعني الحاجات الجدليه، راح ضربه الجزاء، يا سلام لي، راح شاف، خذ وقته وشاف. ترى اللي في الفار كويس زين حليو، بس ترى احيانا يقول لك مو واضح شيء. قول يا ابو امير، قول يا سلام عليك. فهذه النقطة أنا لفت نظري. وبعدين حكم مش صغير، يعني حكم ممكن يقول لك، البعض يجيك من الفلاسفة النقاد التحكيم يجيك يقول لك يا أخي المفروض خلاص ما يروح يضيع وقت المباراة. لا، شوف الحكم الكبير هذا اللي حكم نهاية القرن ليفر بليت وبوكا جونيور، راح ماني لا تقول لي صغير ولا كبير، أنا أروح أنا بخرج المباراة هذه لبرا الأمان، أخرجها بكامل عدالتها، أروح أتأكد بنفسي 100% والغي الهدف او احسب الهدف. وهذا اللي حصل بالنسبه لهذه النقطه، وهذه رساله كبيره للحكام ان يتعلموا منها. اخر شيء الكره السعوديه بعون الله تعالى على موعد جديد من بعد اعتزاله كابتن الكبير محمد الدعيع، لم نشاهد حارس يقترب فقط من محمد الدعيع. حبيب الوطيان ما شاء الله تبارك الله، ان شاء الله تعالى. ايش اللي عجبني؟ طبعا سيب الصدات وكذا، لا، شخصية الحارس ترى جدا مهمة، ما شاء الله مباراة مثل هذه بالشخصية هذه، لاحظ ترى ما لما تيجي الكاميرا على وجهه تشعر انه اللاعب بيلعب كأنه يلعب مباراة عادية، وهي مباراة بالنسبة له في حياته ما لعبها، وأول مباراة في حياته هلال ونصر، وأول مباراة في حياته مع الهلال. لاحظ هذه الشخصية بعون الله تعالى، هذا الحارس حيكون مستقبل الكرة السعودية. بس يا حبيب حتمدح هذه اليومين كثير، أهدى وفكر مع نفسك، ترى المدح الكثير احيانا يؤدي الى نتيجه عكسيه، خليك على هذا المستوى وهذه الشخصيه، واحنا في زي ما يقولوا في عرض حارس على مستوى عالي يقود حراسه الكره السعوديه، وان شاء الله تكون انت بالتاكيد. طيب حنروح للفاصل، وبعد الفاصل نعود لمواصله الحديث حول الديربي.
مجال. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في أنف المملكة العربية السعودية، ماجد التواجري، محمد الصدعان وحاتم خيامي ضيوف حلقة الليلة. نشوف أبرز المشاهدات في ديربي اليوم. أحب هذه اللقطات في مباريات الديربي والكلاسيكو صراحة، كذا الصامتة بس صورة وتعليق بسيط. خلينا نشوف نجم المباراة من وجهة نظر فريق الإعداد.
فاصل قصير بعده نعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة الواحد وسمعتنا في أنف المملكة العربية السعودية ماجد تويجري محمد السلام حاتم خيام يضيف حلقة الليلة. تتفق مع الشباب في نجومية المباراة الحبيب؟ قبل شيء واحد مصري كان يشتغل عندنا 25 سنة ودي أجبر بخاطره اسمه ناصر الشمنهوري. ناصر الشمنهوري. ناصر الشمنهوري مرسل لي على الواتساب ودي أجبر بخاطره نصراوي متعصب يعني شوف كم له تاركنا يمكن برضو 15 سنة. الدمنهوري ولا الشمنهوري؟ الشمنهوري. الشمنهوري شوف يقول تحياتي يا أبو تركي ما فيش حظ، الشوط الثاني رائع على الرغم من الخسارة، النصر لا يستحق وضربة الجزاء مش سليمة حيث تم التلامس بعد لعب الكرة وقدم المدافع لم ترتفع على قدم المهاجم. هاي يا ناصر لعيونك. طيب يستاهل ناصر، يستاهل. طيب شوف تتفق مع الشباب نجومية المباراة؟ شوف بالنسبة الحبيب أنا أشوفه أنك يعني خليني أرجع زمان 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 لما الرمز النصراوي الراحل الأمير عبد الرحمن بن سعود، وهذه فرصة برضو أقول أنه أحيانا العمل الإداري التحضيري يكسب يعني التفاصيل الصغيرة تكسبك ديربي. الأمير عبد الرحمن بن سعود يا ما كان الهلال يلعب على مرمى واحد وفي النهاية يخطف النصر هدف بأي شكل من أشكال، نتذكر منها أشياء كثيرة ويفوز النصر. أوكي وفيه يعني خليني أقول أنه في مثل هذه الحالات سلاح ذو حدين. حدثت للدعيع مع الطائي نفسه ورجع للتاريخ، وبعدين بعدها دعس ما رده إلا المنتخب والهلال في وقت تنافس الهلال والنصر عليه أيام فيصل بن عبد الرحمن والأمير بدر بن محمد. أبو خالد رحمة الله عليه الله يسكن الجنة لما نهائي البطولة العربية أمام الهلال وكان لسه النصر خاطف محمد الخوجري وحطه على دكة البدلاء، ويوم راحت المباراة ضربات الجزاء نزله خسر النصر. وصار الخوجري ذيك الأيام ترى النصر والشباب والهلال تنافسوا عليه وصار دروب في أداء رغم أنه كان يعني متميز جدا حتى وهو يتدرب مع النصر وفي المباريات الودية، وكنت أنا حضرت أكثر من تدريب. اليوم اللي صار الهلال مكره، المعيوف مش موجود أمامك، يا حارس الحارس اللي جايبه من الوحدة يا الحارس اللي جايبه من الفتح، صار خيار رزفان على حبيب. أنت يعني وتلعب مباراة ديربي ولا هو أي ديربي. أوكي شوف في بعض فترات المباراة كان مهزوز، طلع أكثر من طلعة غلط، لكنه يمكن صد أكثر من 3 أو 4 فرص نقدر نقول عليها محققة، أعطته جانب الارتفاع المعنوي. هذا يخلينا نقول أنه ممكن أقلعت الطيارة حق الحبيب. تتفق معهم؟ أقلعت، يتفق. أنا مرشح بعد. طيب أبو أميرة هو نجم المباراة؟ طبعا أتفق تماما يعني طبعا يعني أول شيء طبعا حكم المباراة نجم المباراة بالتأكيد، ومن اللاعبين طبعا هو كان سلطان الغنام الشوط الأول فقط مع النصر، حبيب الوطيان كامل المباراة. ولما نقول حبيب الوطيان نجم المباراة ما شاء الله في السن هذا في أول مباراة له في تاريخه مع نادي هلال أمام مين؟ أمام النصر، بالتأكيد أبحث عن الشخصية، وبالتأكيد لا نغفل دور الجهاز الإداري والفني في تهيئة اللاعب. بالتأكيد المباريات الكبيرة هي التي تصنع النجوم. محمد الدعيع في كأس العالم للناشئين طبعا كنت معهم أنا في المعسكرات قبلها وكذا في البطولات الأولية وآسيا، محمد الدعيع كان حارس عادي جدا في التدريبات، حارس عادي يعني. كان خالد تميم لو تذكره كان هو الحارس الأساسي، بدأت كأس العالم خالد تميم هو الأساسي،
في دوري المجموعات لسه خالد اخطا عده اخطاء. جات مباراه اتذكر نيجيريا اعتقد مباراه جدا قويه المدرب ما كان عنده الا نزل محمد الدعيع. صدقني كان المدرب مو مقتنع محمد الدعيع كثير. ايفو كان ايفو لو تذكره نزل محمد الدعيع شال المباراه. بعدها البحرين شال المباراه. نهائي كاس العالم شال المباراه في صد ضربات الترجيح لو تذكره انطلاقه محمد الدعيع كانت. فهذه المباراه باذن الله انطلاقه هذا الحارس. احنا همنا انه يكون عندنا حارس قوي للكره السعوديه مثل محمد الدعيع، ولهذا هو اليوم نجم المباراة، وإن شاء الله هذه تكون انطلاقته كحارس كبير في المستقبل إن شاء الله. أبو حنين ما أتفق تماما. يعني أنا أتذكر بوجود لما كنا نتكلم عن حبيب لما كان في الفتح. شوف دائما لما تتعامل مع المؤشرات الأولية ممكن يغلط غلطة اللاعب سواء كان حارس أو غيره، ممكن يعني ما يبان بالصورة، ولكن الإمكانيات أو خلني أقول لك المهارات اللي يحتاجها اللاعب في المركز اللي هو فيه لما تتعامل مع هذه المؤشرات، هذا اللي شفناه احنا الحبيب لما اشدنا فيه هو منتقل الهلال بناء على 11 مباراه لعبها مع الفتح. كونك ان تكون حارس صاعد وتجي تجلس الحارس الاساسي مكسيم الاجنبي اللي محضر الفريق وتتمسك بالفرصه وتقدم عطاءات وتكسب ثقه المدرب، 11 مباراه هي من قاده حبيب ان يكون تحت محط انظار الهلال. فلما تجي في مثل هذه المباريات اليوم ثق مثل هذا مثل هؤلاء الحراس، عارف هو ان في لاعب زي المعيوف، عارف ان المعيوف هذه فرصه انا بستثمرها. ليه؟ لانه انت المحطه الاولى ان تتفوق على من ينافسك في الدكه، وبعدين تجي ثاني وتاخذ هذه المباراه. انا اعتقد ان الولد امكانياته عاليه جدا، مؤشراته جدا ممتازه، الثقه والشخصيه اللي تكلم عنها ابو اميره هي اللي تقودك ان اللاعب هذا يروح قدام ولا لا. حتى ترى حديثه بعد المباراه لما تكلم بعد المباراه تكلم بكل ثقه، تكلم يقول انا مثلي لاعب محمد الدعيع واليوم انا جالس اشوف عبد الله المعيوف. فلما تشوف هذه الثقه وهذا الاتزان عند الحارس هذا مشروع حارس قادم الله يوفقه ان شاء الله. فاصل قصير بعده هنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في أنف المملكة العربية السعودية ماجد التويجري، محمد الصدعان وحاتم قيمي ضيوف حلقة الليلة. أيضا قيمة مباراة كلاسيكو مهمة بين الأهلي والشباب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين. تابع تعادل الأهلي والشباب بهدفين لمثلها في لقاء مثير شهده استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جولة قمة الرياض. قبل أن تنتهي الدقيقة الثانية من بداية اللقاء يسدد عبدالله حسون كرة من خارج 18 ترتطم بحسين القحطاني ويتغير اتجاهها لتجد طريقها للمرمى الشبابي. بعد الهدف سيطر الشباب على الشوط الأول بشكل كبير وهدد مرمى العويس كثيرا. تركي العمار يحاول في منطقة 18 الأهلاوية ويسدد يسارية يتصدى لها العويس، ورأسية من أحمد شراحيلي تعتلي العارضة الأهلاوية بقليل، وأخرى من تركي العمار تجد نفس المصير. يحاول الأهلي مجاراة الأفضلية الشبابية فيسدد ماتريتا كرة قوية يتمكن أرلا من التصدي لها. عمر السومة يواجه الحارس الشبابي ولكنه ينهي الكرة خارج المرمى لتعود الأفضلية للشباب الذي استغل هفوة دفاعية من محمد خبراني وسجل التعادل عن طريق مهاجمه الأرجنتيني جوانكا. تعادل شبابي، هدف تعادل، هدية من خبراني، هدف تعادل. الشوط الثاني شهد أخطاء كارثية من حارسي المرمى حيث أخفق العويس في السيطرة على كرة سهلة تمكن فواز الصقور من استغلالها وتسجيل الهدف الثاني للشباب. الله!
كيف مرت الكرة من أمام العويس؟ كيف ليرد بعد ذلك الحارس الشبابي أرلا بتمريرة خاطئة لماركو مارين الذي سددها قوية في الشباك الشبابية، هدف التعديل لأصحاب الأرض. وكاد تشيري إيغور أن يحسم المباراة للشباب بعد رأسية تكفل القائم الأيسر بالتصدي لها، لتنتهي المواجهة بعد ذلك ومعها سجل الأهلي نقطته العاشرة، بينما ارتفع رصيد الشباب للنقطة 11. أبو أميرة، الشباب والأهلي كما هو متوقع، يعني ما أخفيك يمكن أمس أحد المواقع كده بيسألوني وقلت له حيكون فيه أهداف، والله قلت له 2-2 يعني جات في الصدفة، قلت له حتكون فيه أخطاء كبيرة في الجانبين، في الجانب الدفاعي خاصة الأهلي وحتى الشباب، متوقع الفريقين عندهم مشاكل دفاعية خاصة الأهلي، والحديث هذا من زمان بنتكلم فيه. بالنسبة للتوقع بقول جملة يا أبو بجود، طبعا في ناس متوقعوا، أتكلم على المحللين والنقاد، يعني يطلع لك يعمل لك أنه فيها جهبذ، أنه لا 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 ترى راح يضحك عليكم، التوقع توفيق من الله عز وجل ما له علاقة، يعني قد يحدث طرد، قد يحدث هدف بالصدفة، قد يحدث تطلع نتيجة مختلفة، لكن الحديث قراءة المباراة هنا الفن وليس التوقع في حد ذاته، فلست جهبذ جات معي بالصدفة. الأهلي شوف لاحظ الأهداف اللي سجلت، يعني اليوم في حديث عن برضو ما زال الأهلاويين يتحدث عن مدرب الفريق، شوف الأهداف اللي ولجت مرمى الأهلي، أفضل حارس سعودي مفترض العويس، شفت الكرة كيف، مدافع المنتخب السعودي الخبراني شفت كيف أخطأ في الهدف، يعني المدرب إيش يسوي في حالات مثل هذه؟ بالتأكيد الأخطاء الفردية كانت سمة في هذه المباراة، حتى على جانب الشباب لاحظ حارس المرمى الليتواني خطأ ساذج جدا، يلعب الكرة للفريق الأهلاوي يسجل منها هدف أهلاوي، وبالتأكيد المباراة كانت سيطرة شبابية حقيقة الشباب، رغم غياب بانيجا ومارتينيز غياب مؤثر، لكن لعبوا مباراة وجهة نظري كبيرة في تناقل الكرة، في خلق الفرص، التركي العمار قدم مباراة رائعة، نواف العابد اليوم من مدة طويلة ما شفنا نواف العابد، فواز الصقور الظهير الأيمن مكسب كبير للشباب بالتأكيد. الجانب الأهلاوي لن يتحسن بالنسبة للفريق الأهلاوي، لن تجدوا الفريق المثالي الآن 10 نقاط ممتازة، يعني الأهلي والشباب 11، لن يتحسن الشكل اللي تبغوه المثالي للفريق، لازم قائد دفاعي في الشتوية يقود الفريق دفاعيا، وبعد كذا اللاعبين اللي قدام عندكم لاعبين مميزين، مرتيتا وبقية اللاعبين عندهم المهارات الفردية التي تخول لك انك تسجل دائما، لكن مشكلة الفريق دفاعية بحتة. عموما النتيجة ما ابغى اقول عادلة، ولكن الاخطاء الساذجة كانت هي السمة في هذه المباراة، ولا ينبغي ان تكون من اللاعبين كبار كما حدث مباراة اليوم. أبو حنين، بشكل عام المباراة كانت رتيبة المستوى، يعني ما ارتقت صراحة فنيا للمتوقع والكلاسيكو والإثارة اللي دائما نتعودناها للأهلي والشباب. إذا ما خذينا في الاعتبار أن الشباب اليوم يلعب بدون مارتينيز، بدون بانيكا، ديوب في الاحتياط، تكلم عن 4 فقط محترفين، هذا اللي تكلمنا عنه في حلقات سابقة أنه في بديل يعمل فارق للشباب، لما نشوف اليوم الحمدان، تركي العمار، حسين القحطان اللي عمل أسست للهدف الثاني، في شيء بصراحة، في لاعب لازم، يعني كثر ما طال انتقادات في الفترة السابقة ولكن أنا قاعد أشوفه قاعد يقدم نفسه صراحة بصورة مختلفة، أحمد شراحيلي مع الشباب قاعد يقدم مباريات كويسة، يمكن حتى استغربنا اختياره للمنتخب ولكن قاعد يرد من الملعب، اليوم قدم مباراة كبيرة جدا. في المقابل الأهلي يعيش حالة التوهان الغريبة اللي قاعد يعيشها، يعني معتز وخبراني أكثر من مباراة، أخطاء مستمرة، تشعر أن الثنائي هذا ما في تجانس بينهم، ما في توافق بين الاثنين، زي ما قال أبو أمير أخطاء فردية، يعني خبراني الهدف الأول أنت لاعب منتخب قيمة كبيرة ما تغلط غلطة زي هذه في مثل هالمباريات، الغلطة لا تغتفر فيها. بشكل عام الأهلي لا زال يعيش حالة توهان، توقعت صراحة في فترة
فتره التوقف ان يعمل المدرب على اخطاء خلينا اقول لك الاربع مباريات اللي لعبها. لما تيجي تشوف يعني خلينا اقول لك اخطاء متكرره من الاهداف اللي سجلت على الاهلي شاهدناها اليوم عدا غلطه الحارس الاولى، حتى الاخطاء الدفاعيه اللي موجوده تشوفها وكانك ترى سيناريو مباريات اخرى. بشكل عام ارى ان الشباب حيتجدد يكون افضل مع عوده بنيقة والمحترفين. الاهلي اذا استمر بهذا الشكل فحيدخل في هذه الدوامه، ويذكرني باهلي الموسم الماضي اللي حصد بعض النقاط وامن نفسه ولا زال في دائره افوز مره واخسر مره. ماجد، شوف اذا قلنا انه عمر السما يبقى دائم مصدر سعاده بالنسبه للاهلاويين، وغالبا في المواسم يعني الثلاثه والاربعه الماضيه هو من دائما يكون سبب الرئيسي بعد الله في تحقيق الاهلي لاي انتصار وسط مسانده اكثر من نجم او نجوم اخرين، فهو اليوم المصدر الحقيقي الاول والاخير اللي اضاع الثلاث نقاط على الفريق الأهلاوي. ليش؟ لما تتحدث عن أنه بهدف الحسون تقدم الأهلي وأتيح للأهلي أكثر من فرصة لا يمكن لعمر السومة أن يخطي المرمى فيها في أوقات سابقة. ما أعرف وش السر وش السبب، يمكن غير جاهز نفسيا غير جاهز بدنيا الله أعلم. الخبير والحبيب حاتم خيامي لما قال مدرب إيش يسوي في مثل هذه الحالة، حارس هنا كبري وحارس هنا يعطيه إياه، يقول له الحارس الشباب يقول له سجل جول. فعليا اليوم شفتها في عيون ابن زكري بعد خسارته اليوم، يعني مثل اللي يقول أنا إذا لاعب تجي كرة مقشرة على خط الستة ويضيع شو أسوي أنا كمدرب. فعليا أحيانا خلاص تطلع أنت من دائرة اللوم على المدرب تلوم اللاعبين. إجمالا أنا أعتبر الشباب في الشوط الأول تحديدا قدم مباراة رغم أنه دفاع ما كان الدفاع المتماسك، والدليل أني قلت لك عمر السومة كان يعني أتيح له أكثر من فرصة سهلة للتسجيل، لكن قدم مباراة جميلة جدا. أعجبني القتالية والروح والإصرار لدى أكثر من عنصر عنده، تتكلم عن الصقور زي ما قال أبو أميرة، تتكلم أيضا عن تركي العمار، تتكلم عن عبد الله الحمدان. نقول أنا بالنسبة لي اليوم، وأنا اللي قلت أنه خلاص الجولة الخامسة الماضية قلت الهلال بطل، اليوم في الجولة الخامسة أقول أكررها وأقول الهلال بطل. إذا في خطر يهدد الهلال فهو الشباب. الشباب اليوم للأمانة إدارة نادي الشباب بقيادة أبو الوليد خالد البلطان استطاعت أن تقدم لنا فريق شبه مكتمل. أتوقع أنهم يعني يصيرون في السباق مع الهلال، لكن في النهاية زرقاء. فاصل قصير بعد هنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة. ضيوفنا ماجد التواجري، محمد الصدعان، وحاتم خيمي. نشوف تقرير لبقية المباريات. في افتتاحية جولة قمة الرياض من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تمكن الرائد من تحقيق النقاط الثلاث على حساب ضيفه أبها بهدفين لهدف. سجل أولاً للرائد نجمه أحمد الزين قبل أن يتمكن الضيوف من تعديل النتيجة عن طريق سترادنبيرغ، وفي الدقيقة الرابعة بعد 70 خطف المغربي محمد فوزير هدف الفوز لفريقه واصلاً به للنقطة العاشرة، فيما بقي أبها على رصيده بأربع نقاط. في اللقاء الآخر تمكن العين من تحقيق أول ثلاث نقاط هذا الموسم بعد فوزه على مضيفه ضمك بهدفين نظيفين، أحدهما في الدقائق الأولى من المباراة عن طريق فيصل الجمعان، والآخر في آخر دقائق اللقاء بقدم سفير تايدر من علامة الجزاء. ثالث اللقاءات شهد جملة من الأهداف
حين اقتسم القادسية والباطن أهداف المباراة الأربعة. السماوي باغت أصحاب الأرض بهدف الدقيقة الثانية قبل أن ينجح بنو قادس في التقدم عن طريق حسن العمري وحمد الحيفان في الدقيقتين 26 و 71، ولكن أبناء الحفر عدلوا الكفة قبل 10 دقائق من اللقاء عن طريق حسن شراحيلي ليظفر كل فريق بنقطة واحدة. ملعب مدينة المجمع الرياضية احتضن لقاء الفيصلي والاتحاد. النمور تمكنوا من السيطرة على اللقاء بهدف رومارينهو الذي مكنهم من التقدم طيلة مجريات المباراة قبل أن يعكر أغوستو صفو الاتحاديين بهدف قاتل عند الدقيقة 92 لينتهي اللقاء بهدف لكل منهما ويضيف كل فريق نقطة واحدة لرصيده. وصلنا لختام الحلقة. ماجد شكرا جزيلا لك. شكرا أبو حنين. شكرا جزيلا لك أبو أميرة. شكرا جزيلا لك. موعدنا غدا 11:30. ألف ألف مبروك للهلال وهارد لك للنصر وكل الفرق الفائزة. ألف مبروك والخاسرة هارد لك. موعدنا غدا في أمان الله. الخصام